على إثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بممثلات بلاغ للبحث في فائدة العائلات حول اختفاء قاصر في ظروف غامضة ومجهولة على مستوى القطب الحضري الجديد 8000 وحدة سكنية ببلدية وادي ثليلات ولاية وهران. باشرت الفرقة التحري مع تنشيط عنصر الاستعلامات عبر كامل الإقليم، وتزامن مع ذلك تلقينا اتصال من طرف والد القاصر مفادها عثوره على جثة ابنه محل البحث بخزانة بهو العمارة. مباشرة تم إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ثليلات وقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسينيا بحضور وإشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ثليلات. تمت مباشرة التحقيق والبحث عن الأدلة للتوصل إلى الفاعل، وأثبتت النتائج الأولية أن مرتكب الجريمة أحد ساكني العمارة. أثناء القيام بإجراء تفتيش مسكنه تم العثور على أدلة مادية قطعية ضد المشتبه فيه ميم ألف الذي اعترف بارتكابه الجريمة، المعني تم توقيفه، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وتليلات من أجل ارتكابه جرائم الاختطاف، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إخفاء جثة، طمس معالم، جناية.